كثرة الإلف يميت القلب. بعض الأحيان كثرة سماعنا لشيء معين بنفس الطريقة لا ننظر إليها بطريقة مختلفة فإننا لا نشعر بقيمتها. هذه الآية باب عظيم وشريف من أبواب الإحسان التي يستطيع من خلال الإنسان أن يحاسب نفسه، أن يراجع نفسه، حتى أن أهل العلم بعضهم عندما يذكر تعريف لمحاسبة النفس يقول هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية الكريمة توجه كل واحد منا، كل مؤمن ينادينا الله عز وجل في صدرها بنداء الإيمان حتى يستجيش فينا هذا الباعث، باعث الإيمان، حتى نستجيب. الله عز وجل ينادينا بأفضل الأوصاف، وصف الإيمان: يا من آمنتم بي اتقوا الله. وكلمة التقوى كلمة جامعة لكل خير. دائما ما نسمع الخطباء والوعاظ يذكرونها باختصار، هي معناها اتقاء سخط الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل أنزل لنا شريعة، هذه الشريعة فيها أحكام، فيها افعل لا تفعل. هذه الأمانة هي القيام بالتكاليف الشرعية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هي أوامر ونواهي متعلقة بالأفعال أو الأحوال أو السلوكيات، هي عقد وعهد مع الله عز وجل أن ينظر الإنسان ويحاسب نفسه. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فلينظر كل أحد منا ماذا قدم لغد، ويقصد بغد هنا يوم القيامة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم القيامة يوم قريب. بادروا بالأعمال الصالحة، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فجأة هكذا سبحان الله الأيام تمر، الآجال تمضي بنا والأيام تمضي بنا إلى يوم لا مرد له، والحياة إنما هي يومان: يوم الدنيا ويوم الآخرة. الله تعالى يقول لنا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمنا ليوم القيامة. واتقوا الله، ذكر بعض أهل العلم أن الأمر بالتقوى هنا تأكيدا على لأهميته: إن الله خبير بما تعملون. إذا استشعر الإنسان أن الله تعالى خبير وأن الله تعالى مطلع على أعماله، فإن هذا الأمر يدفعه دفعا إلى أن يكون صادقا في محاسبة نفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهذا التوجيه القرآني وهذا الأمر الإلهي يخاطب به كل مكلف. ولتنظر نفس، جاءتنا نكرة، نكرة وصف شائع في جنسه، كل نفس، كل إنسان، صغير كبير، ذكر أنثى، داعية رجل موظف، أنثى صغير كبير. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فلينظر أحدنا ماذا قدم ليوم القيامة، في يوم نعرض فيه على ربنا لا تخفى منا خافية، لا تخفى. مهما بحثنا لأنفسنا عن أعذار، مهما بحثنا لأنفسنا عن مبررات، لكن فإننا سنعرض على ربنا في يوم لا تخفى منا خافية. الله تعالى خبير وعليم وحكيم ورحيم ومطلع علينا. يوجهنا في هذا القرآن الكريم إلى أن نلزم خطة التقوى التي وضعها لنا. عندما نقول اتقاء سخط الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فإننا نتكلم عن المنهج بشموليته. في حيث المدلول اللغوي قد يفهم أحدنا بأن الاتقاء إنما هو للتخلية، يعني الابتعاد عن الشيء، لكن من الناحية الاصطلاحية عندما يتحدث عن التقوى فإنها مشتملة على التخلية والتحلية. أمرك الله تعالى أن تكون في صفوف المصلين، فإن التقوى أن تكون في صفوف المصلين. نهاك الله تعالى أن تشرب الخمر حتى تكون في عداد المتقين، حتى تتصف بهذا الوصف، فإنك تبتعد عن هذا الطريق. فهو يشمل فعل جميع المحمودات ويشمل ترك جميع المذمومات، فعل وترك. الإنسان يراجع نفسه في باب العبادات ماذا فعل، في باب المعاملات ماذا فعل،